التغيير الكبير ليش تناقش نفسية العامل في مصر الجميل كنت تكلمت عليه على الصحة النفسية للمواطن حسيت أنا كان في خير وكان بيرا في المستحيل إمكاني بزاف ديال السلبيات اللي شنو مطلوب مني الآن زعما أنا باغي نشوف سيادة العامل ماشي العامل ماشي العامل لا أنا كان عندي وجهة تواصل توصلني مشاهدي قناة شوف تيفي، احنا الان كنتواجدوا باحد شوارع مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية غتقوم بنقل احد المصابين بمرض عقلي ونفسي الى المستشفى. للاسف بعض الناس جمهرات كيحسب لهم اصابة فيروس كورونا، ولكن هذا غير صحيح. هذا الشيء غير صحيح، هو فقط واحد الانسان اللي عنده خلل عقلي ونفسي دار واحد صداع في دارهم واتصلوا بالوقاية المدنية. أرجوكم كفى من الإشاعات. وفي نفس الوقت السلطات كتقوم بالدور ديالها بمعية رجال الأمن في إدخال الناس إلى منازلهم. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا، واحفظ الناس اللي كتعطي أرواحها فداء لهذا الوطن.